والله كان انقطاع المياه والكهرباء في اول يوم من بدايه الازمه كان عامل لنا مشكله كبيره، بلس ان احنا لما كنا في منطقه سكنيه في الخرطوم 2 كان عندنا ان الدعم السريع كان مسيطر هناك، فما كنا يعني احنا يعتبر كنا محتجزين في المنطقه، الخروج من الخرطوم كان يعتبر بمثابه معجزه. طبعا احنا بنحب نشكر مسؤولين السفاره والقنصليه من اول يوم، هم كانوا متواصلين معانا وبيطمنونا ان احنا ما نطلعش من البيت في الوقت ده، وان هم هيبلغونا بالوقت الامثل يعني ان احنا نتحرك فيه، والحمد لله طبعا بالتنسيق مع القوات المسلحه بلغونا ان احنا محتاجين نتحرك لبورسودان. دي كانت رحله صعبه جدا، ان الوضع انت كنت بتعدي على نقاط ارتكاز كتيره جدا فيها دعم سريع، وكان الوضع بيبقى مش سهل ان احنا نطلع، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نتحرك لبورسودان. طبعا بنشكر القوات المسلحه وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما لاهتمامه، ان مش بس بيبقى مهتم بالمواطن اللي داخل مصر، لا كمان بيبقى مصدر امان للمواطن سواء داخل مصر او خارج مصر. الحمد لله احنا من اول الدول اللي قدرت تعمل اجلاء لرعاياها عن طريق الجو يعني وباسرع وقت الحمد لله.